ادفق له بالخير هتلاقوه، والعمر لو يجري الحقوق، وسدوا باب ما فيهوش امل، مش اي حد تصدقوه. ادفق له بالخير هتلاقوه، والعمر لو يجري الحقوق، وسدوا باب ما فيهوش امل، مش اي حد تصدقوه. يعني طول ما وشوشكوا سمح، ناس بتظلم ناس مسامح، العش على راسه فتحة، هو ده اللي استغرب، مساء الخير، مساء السعادة، مساء الجمال، مساء البركة
في سهرتنا الجميلة، سهرة رأس السنة في واحد من الناس. بنقدم لكم سهرة خاصة جدا، مختلفة جدا جدا، وعشان كده النهاردة يوم خاص، وإن شاء الله تبقى سنة جميلة علينا كلنا إن شاء الله بإذن الله. وعشان كده زي ما سمعنا كده في سهرتنا الجميلة، حبينا نقدم لكم إنسانة في صوتها سحر خاص، في صوتها رقة ورومانسية وإحساس، في صوتها عصفور واقف على باب القلب، في صوتها نغمة رقيقة ومشاعر فياضة وحكايات كلها أمل وتفاؤل وبهجة وحب. في صوتها كده وردة بتفتح وشمس بتطلع وغين وصبحة فيها كل معاني الحياة. ضفتي موهوبة مع مرتبة الشرف في الأولى، وحجزت ليها مكان جوه الوجدان، وقدرت تصنع شخصية فنية غنائية رومانسية وعاطفية بتكبر معها ومع كل أغنية، ومفيش أجمل من صوتها نسهر معاه في ليلة رأس السنة بأغانيها المليانة حب وتفاؤل وبهجة وخير. برحب بالمطربة الجميلة ياسمين علي وفرقتها الموسيقية، كل سنة طيبة. وحضرتك طيب، أقول يا لهوي ولا أقول إيه؟ طيب أقول إيه؟ إيه الكلام كل ده بقى؟ والله أنت عارفة أنا بقولك، يعني أنت فعلا اللي أنا بقوله أنا حاسه والله. ربنا يخليك ويحفظك يا رب. مرسي على كل كلمة قلتها، وكل سنة وحضرتك طيب. طيبة، وبرحب بالفرقة الجميلة، كل سنة طيبين وسنة سعيدة عليكم إن شاء الله بإذن الله. يا رب يا رب، ويا رب تبقى سنة حلوة عليك إن شاء الله كده تحققي فيها كل أمنياتك. علينا وعليك يا رب إن شاء الله. أنا فاكر إن أغنيتك نقاب الناس أول ما غنيتيها كسرت الدنيا وعملت مردود كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقة حتى لما سمعتها قلت الله، الصوت يعني مختلف. الحمد لله. صوت في حاجة جميلة جدا. خضيتي لما عملتي نجاح ده؟ أنا ما فهمتش أصلا أن أنا عملت نجاح أساسا. يعني أنا فضلت تقريبا سنة الناس عمالة تشير الفيديو وتبعته لبعض على الواتساب وبتاع، وأنا مش فاهمة، ما أعرفش، لدرجة أن هم بعته لي أنا، يعني أنا اتبعت لي أنا كمان زي الناس على الواتساب، ما كنتش أعرف. فهمت اول ما الفنانين بداوا يكتبوا يدوروا عليا ويقولوا مين البنت دي، في كذا صفحه لقيتها بتكتب حد يقول لنا اسم باباها ايه حاجه كده يعني. فبدات افهم ان لا، في حاجه حصلت، ولا في يعني في عدد كبير شافني. ايه السر تفتكرها؟ ايه اللي خلى الاغنيه دي تعمل الارقام الكبيره دي بالملايين؟ الحاله، وفي نفس الوقت هي بتمس كل واحد فينا. يعني هي انا نفسي كنت محتاجاها، فانا كنت بقولها من قلبي والله، فهي طلعت من القلب فوصلت للقلب. كلماتها كمان جميله. اه طبعا، كلماتها بسيطه حسين. اه ولحنها جميل طبعا، وصوتك دافي جدا علي فيها، فانا اظن كل المقومات دي عملت كده بالظبط. وهي في الاساس خالص للؤي اللي هو اصلا حببني فيها، ولؤي كان معايا، والحقيقه يعني اشاد جدا بادائك الاغنيه. ربنا يحفظه، يعني انا حفظتها منه بسببه، بسبب ادائه هو كمان. طب تيجي نسمعها. هنعمل ايه اهو عادي. دي اغنيه فلسفيه جدا على جدا تامر حسين. لا انت رايك ايه في المعنى اللي في الاغنيه؟ شايفاها ازاي؟ انت بتغنيها بصدق قوي، فيعني انت حاسه كل كلمه، كل كلمه فيها. حاسها ازاي؟ زي ما هي بتتقال كده، ان مفيش حاجه دايمه، هو ربنا اللي بيدين، هو ربنا لو عايز حاجه تديم حدين، احنا بقى علينا ان احنا نصدق ده او ان احنا نامن بده. فعشان كده حاسه الكلام قوي. انت خدت الدرع بتاع اليوتيوب الفضي اظن على الاغنيه دي، مظبوط؟ بالظبط. اه عديت الحمد لله ال 500,000، يا رب يزيد كمان وكمان ان شاء الله. قولي بقى، سنه 2021 عملت معاك ايه؟ بص، هي 2020 و2021 كانت قافله علينا شويه عشان الكورونا. 2021 بدات الانفراجه شويه، فان شاء الله على اخر 20 على اول 2022 ممكن اكون حامل حاجه ان شاء الله المسرح تاني. ودي مين اول حد شاور على موهبتك وقال صوتك حلو؟ ماما وبابا، ماما مامتي وبابايا. امتى؟ من زمان؟ من اللفة. يعني سمعوكي امتى قولوا والله دي صوتها حلو؟ هقول لك، كان
كان بابا بيسجل لي الاغاني بتاعت قبل ما انا اتولد يعني، كان بيسجل الاغاني اللي هم بيحبوها هو وماما، من ضمنهم حفلة الكويت اللي كان فيها أغنية ياسمين الخيام وأستاذ عبد الله رويشد بيتي وبيقول بيته. أما جيت أنا بقى اتولدت سمعت زي الحاجات أمتي دي. أيوة أمتك يا محمد. فأما جيت اتولدت أنا بعد كده بدأت أتعلم بقى إزاي أشغل الفيديو، سمعت الأغاني دي حبيتها. كان عندي 3 سنين لسه متعلمة الكلام. عندنا درجة كده في البيت، درجة سلمة كده طلعت عليها وهم قاعدين، كانوا عندنا ضيوف في البيت وانا مع نفسي خالص، لبست الجزمه الكعب بتاعت ماما وطلعت على درجه السلمه دي ووقفت ورحت مغنيه لهم بيتي وبيقول بيته عادي وتمام جدا، وقعدوا يسقفوا لي وكانوا مبسوطين. طبعا انا مش بقول الحروف صح ولا الغنى صح، بس يعني عايزه مسرح. فده كان عندي 3 سنين. وبعدين بعد كده ماما فهمت ان انا بعرف اغني، وهي كانت اصلا بتحب الغنى وبابا بيحب التمثيل، فهم بصراحة اللي دفعوا وقعدوا يزقوا فيا في المدرسة وفي قصور الثقافة. كان أول حفلة ليا كانت في قصر ثقافة الأنفوشي، افتتاح قصر ثقافة الأنفوشي، دي كانت أول مرة أغني فيها في حياتي، كان عندي 8 سنين. كانت أغنية إيه؟ غني لي شوية شوية، أو المايك كانوا منزلينهولي تحت، أنا كنت أزعق أوي. وإمتى بقيتي بقى سوليست في الأوبرا؟ بعد الثانوية العامة نصحني الله يرحمه يا رب استاذ حسن ابو السعود، كان سمعني ونصحني ان انا لازم اجي هنا القاهره، وقعد يقنع في بابا ان لازم اجي. دخلت معهد الموسيقى العربيه سنه وما كملتش، لكن ليه؟ كسبت سقطت، سقطوني هناك. بغض سقطوكي؟ النظر ايه، معقولة؟ مش ممكن. بغض النظر مش مهم، لان هي مرحله يعني سنه وعدت الحمد لله، بس كسبت منها ان انا قابلت فيها دكتور رؤوف المصري، وهو كان بيانست معروف جدا في الاوبرا، وهو اللي قال لي لازم تيجي الاوبرا، وبالتالي قابلت دكتور جمال سلامه من خلاله واتقابلت في الاوبرا على طول. ودكتور سمير فرج برضو لقيته عمل لي الاوديشن على المسرح، اصلا كانت حفله الليله المحمديه ودخلت الاوبرا، ودي كانت اول مره اطلع فيها في الاوبرا. ايه الاصوات اللي ودنك اتربت عليها؟ اتربيت عليها؟ آه. مش هتصدق، اغاني الاطفال صفا ابو السعود وعبد المنعم مدبولي و اللي هي سوا سوا تارا تارا، الحاجات دي كان الكلام ده انا بقعد اسمعه عفاف راضي. ده وانا صغيره كان بابا بيسافر بينا الاسكندريه، احنا كنا في دمنهور الاول شويه، كنا بنروح الاسكندريه، كنت اسمع اسال روحك وانا مش فاهمه كلامها، كان عندي يعني سنتين ثلاثه، فكان كل خميس وجمعه اسمع اسال روحك، فكان ودني مع الاغاني القديمه زي ام كلثوم مثلا واغاني الاطفال. تعال سمعيني دلوقتي، تعال نقول نجاة.
شفنا في عيون حلوي حكايات القلب المسكين، ياما شفنا في عيون حلوي حكايات القلب المسكين، أولها ورد وياسمين وآخرها انجرح الياسمين، أولها ورد وياسمين وآخرها انجرح الياسمين، لا العاشق مرتاح ولا الخالي مرتاح، لا العاشق مرتاح ولا الخالي مرتاح، خلينا من السكة على البر حبيبي مهما طال المطال، أنا حبيتك يا حبيبي من غير ما أسأل سؤال وحصر، يا حبيبي مهما طال المطال، أنا بس اللي محيرني وما خلانيش أنام، إزاي أنا بقدر وأقول له حبيبي كل ما فيك حبيبي وحلو، صوتك حلو، قلبك حلو، وحتى لما تتعبني والسهر وانا رمشي مدى النوم وهو عيون تشبع نوم، وانا رمشي مدى النوم وهو عيون تشبع نوم، روح روح يا نور من عين بتحبي نجات؟ بتحبي نجات؟ بعشقها، في مين ما يحبش نجات؟ فيكي منها بجد؟ يعني ليا الشرف يا رب اكون دفر، بس حنان صوتك فيه دفء وحنان صوت نجات. الحمد لله يا رب يا رب، بس هي بقى تبقى فرحانه بحاجه زي كده يا رب. لا لا لا، انا اوثق ان مدام نجات ربنا يديها صحة يا رب، يعني يا رب. ما في كتير بيغنوا نجات اكيد، بس ما فيش حد بيقدر يوصل للاحساس بتاع نجات اكيد، وصوت نجات مختلف عن اي صوت تاني الحقيقه. هقول لك حاجه، انا ببص لها من ناحيه تانية، ما ينفعش ان حد يبقى شبه حد، ما ينفعش، يعني كل واحد فينا ليه بصمه. يعني شوف زمان كانت استاذه نجات، استاذه شاديه، استاذه فايزه، استاذه ورده، استاذه ام كلثوم، استاذه اسمهان، كل واحد فيه ليه بصمه، كل واحد فيه ليه اسلوب، عمرنا ما نقدر نقول دي زي دي او دي اقوى من دي، لا لا لا، ما ينفعش مقارنه، كل واحده فيهم ليها طعم. يعني انت لو قالوا لك مثلا هتعملي شخصيه مطربه مشهوره تلعبي دور مين؟ لا ما اعرفش، ما اعرفش، لا 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 ومرضاش، ما اعرفش، لا لا، هيبقى في مقارنه جامده جدا، فلو اتحطيت في مقارنه من اولها كده لا يا عم لا مش عايزه.
لا هي ممكن يبقوا يعملوا لي انا، لكن يعني لو ربنا كرمني وبقيت حاجه كويسه يعني ويبقى لي سيره ذاتيه هم يعملوني، لكن انا ما اعملش. انت خدتي ما شاء الله جوائز كتير قوي، الحمد بس ايه لله. اكتر جائزه بتعتزي بيها؟ هما اتنين، جايزه دكتور احمد زويل وجايزه الاما اوارد اللي هي اللي كانت بتصويت الناس افضل صوت صاعد، دول اللي بحبهم قوي. وخدتي افضل اغنيه للقدس؟ اكيد طبعا، ده وانا صغيره خالص ده. صح. بالظبط، من وانا صغيره بحب اغاني القدس. هل بتحسي ان التكريم اللي انت بتاخديه من دول عربيه بيديكي حافز انك انت خرجتي بره دايره المحليه وبداتي الشعوب العربيه تسمعك وتكرمك زي تونس اكيد ولبنان لما سافرتي واتكرمتي؟ اكيد طبعا، يعني من زمان وانا بصلها كده، من قبل حتى ما تعرف ان انا كل ما اطلع بره كل ما اعمل لي في النطاق بتاعي جمهور تاني مختلف، فلا جمهور بره كمان متعطش ان هو يبقى يسمع، يعني ان شاء الله اتكلموا بالمصري، متعطش انه يسمع الغنى بتاعنا. بتغني لهم ايه لما بتسافري بره؟ يعني اغنية هم هي بتطلب مني، وام كلثوم طبعا، وردة، يعني انا ببص لها ان بما انهم متعطشين للمصري فاغني لهم كل اللي يحبوه. ايه رأيك في النار في الموسيقى في مصر والحركة الغنائية في مصر دلوقتي، شايفاها ازاي؟ بعافية. بعافية. يا عيني بعافية. ليه بعافية ليه؟ مفيش انتاج. احنا دلوقتي متهيألي يعني النسبة الأكبر من حتى أساتذتنا اللي موجودين دلوقتي بينتجوا لنفسهم، وأنا في وجهة نظري إن هي مش صح إن احنا ننتج لنفسنا، لأنها مش شغلتنا. أنا شغلتي مطربة، إن أنا أختار الأغنية الحلوة وأقولها، لكن مش شغلتي فلوس. فعشان كده الفن مش بعافية، هو ربنا يستر. في تباين في الآراء في فكرة إن بقى في موسيقى مختلفة طالعة جديدة اللي هي موسيقى الراب. هي طبعا بدأت قبل كده والحقيقة الناس كانت بتحبها، لكن واضح إنها الفترة اللي فاتت انتشرت بشكل أكبر وبتأثير أكبر، شايفها إزاي؟ مش عارفة، الناس ممكن تزعل مني، بس أنا بصلها على إن كان زمان وأنا صغيرة أيام حفلات المدرسة كان في مسابقات إلقاء الشعر، فكنت بحس إن الشاعر نفسه يغني أو نفسه يقول زي ما هو إحنا بنغني. فهو دلوقتي بدعوها الراب، إن هم الشاعر بيألف الكلمة اللي هو حاببها ويقولها بإيقاع معين وبيقولها بسرعة. ف يعني أنا شايفاه إن هو كان حد يعني نقلة من إلقاء الشعر لأداء الأغنية أو الكلام بإيقاع، بشكل إيقاعي. لكن أنا كياسمين لا، الغنى غنى يعني، مش يعني بالنسبة لي لا، ما يستهونيش. طب والمهرجانات؟ نعم. المهرجانات بلاش. معلش برضو لا، ما يعني انا ضده، مش صح، ما بحبوش يعني، انا ودني نظيفة، ما احبش ان هي تعدي عليا حاجة زي كده، وما تجبرنيش ان انا اسمع حاجة زي كده، لان انا للأسف الفترة اللي فاتت كان بيتعمل في تترات المسلسلات، بتتعمل في أغاني جوه المسلسلات، بقت تدخل في البيوت في الإعلانات. هل الجمهور عاوز كده ولا احنا بندي ما للجمهور اللي كنتش احنا انا طلعت عاوزينه؟ لو هو ده، ما هو الجمهور هو اللي طلعني، انا ما طلعتش لوحدي، فلو كده يبقى ما كانوش طلعوني. فأعتقد ان الأغلبية لا. المشكلة في الصوت ولا في الكلمات في المهرجانات؟ لا، هو في صوت بجد؟ أنا بسألك. في صوت؟ أنا بسألك. لا يعني ما ينفعش نقول في صوت. وبعدين في نقابة هي اللي بقت تحكم، وفخورة جدا بنقيبي، يعني هو من اسمه نقيبي، يعني هو النقيب عني، نقيبنا هاني شاكر، أستاذ هاني شاكر، واللجنة طبعا المحترمة اللي موجودة هناك. أنا عن نفسي نقابية، وكل الأساتذة نقابيين، وكلنا موافقين على اللي هو القرار اللي طلعه، وكلنا بندعمه طبعا كموسيقيين وكفنانين، عجبنا القرار اللي هو طلعه. بس يجي رأي تاني يقولك ايه ياسمين، يقولك ما هو النهاردة في زمن اليوتيوب والسوشيال ميديا وكل واحد عنده قناة والانتشار بقى مش محكوم والقنوات بقت مفتوحة، ما صعب انك انت تقولي ان احنا قادر امنع ده وما امنعش ده، بل بالعكس سيبي المجتمع هو اللي يفرز وهو اللي يقول الكويس والوحش. ده رأيي مثلا، رأيك فيه ايه؟ ماشي، بس ما تفرضش عليا انا كمان. اشمعنى انت مش حاببني ان انا افرض عليك، مع ان انا اللي فاهمة، انا كواحدة موسيقية وكواحدة بغني فاهمة الصح من الغلط في الغناء ايه،
طيب انت ليه بتفرض عليا ان انا اسمع الوحش؟ هي نفس المنطق والمبدأ. انا شايفه تدخل في الغنى بشكل مش طبيعي، يعني انا ما اقدرش اتدخل في رقابه المهندسين، هل ينفع؟ ما ينفعش. زي ما مطلوب ان انا كواحده، وبرضو الناس بتتعامل معانا ان احنا مغنيين، لا احنا مش مغنيين. آلاتيه، لا مش آلاتيه، اساتذه موسيقيين دارسين في الموسيقى العربيه واخدوا منهم دكتوراهات وحاجات، ففي سنين عمر بالدراسه. انا مش دارسه مزيكا، لكن عندي خبرة كافية ان انا وقفت على مصر مسارح كتير جدا انا وغيري بقى. فعندنا خبرة كافية ان نقول ان ده صوت حلو ولا وحش، عندنا الخبرة الكافية ان احنا نقول ان النوع ده اصلا مزيكا اساسا ولا لا، يعني دي حاجة اتفرضت علينا. ومطلوب مننا ان احنا نقول امين؟ لا مش صح. ما ينفعش ان انا ولادي ابقى قاعدة سايباهم التلفزيون قدام التلفزيون وقلقانة، لان انا ما ينفع، انا ما عنديش ولاد، بس حاطه ده قدامي، انا ما اتجوزتش لسه بس حاطه ده قدامي. ان هتتجوزي امتى طيب؟ يعني هل 22 فيها مشروع جواز؟ نقلت ليه؟ نقلت الموضوع ليه؟ الموضوع مهم على فكره. موضوع مصيري ومحوري. ده انا بتكلم موضوع اهم يا ياسمين. مصيري برضو ومحوري. مصيري جدا. هل في اخبار سعيده مثلا في 22؟ لا لسه شويه. هنسمع اخبار سعيده؟ الله اعلم، والله ما اعرف. يعني عماله تغني في الحب وكلمات الحب والحان، بوصلها ولا لا؟ وبتوصليها وعلى صوتك انا عارف ان في حبيبه كتير بيحبوا. انت بقى فين؟ لا لسه، لسه النصيب ما جاش. مفيش قصه حب في حياتك؟ لا لسه النصيب ما جاش. كله يعني بقى. واحد ممكن يغني للحب بالدفء وبالمشاعر دي وهو مش عايش الحب؟ ممكن، زي ما بمثل في حاجات في التمثيل في المسلسلات وحاجات اللي انا بعملها، وانا يعني انا مثلت صعيديه، هل انا صعيديه؟ انا مش صعيديه. بس دايما كانوا بيقولوا ان المطرب بالذات او المطربه لما بيغني او بيمر بتجربه انسانيه، وفي مطربين انا اعرفهم اصدقاء ليا نقلوا تجاربهم الانسانيه للشعراء والشعراء حولوها الاغاني وهم تغنوا بيها. اكيد. مظبوط. اكيد حصل. ده ما حصلش معاكي؟ لا انا اكيد حبيت واكيد عشت تجارب، وهو ده اللي بيأثر عليا وانا بغني، اكيد انا بعيش الحالة. بس النصيب نفسه بقى كجواز لا لسه ما جاش، بس هيجي في اوان وانا واثقة في ربنا. السنة دي ان شاء الله نسمع اخبارك سعيد. ان شاء الله، ان شاء الله يا رب. طب هتسمعينا ايه دلوقتي؟ نقول ايه؟ حب زمان ميسي.
تعبان وفين لهفتنا للغاب وعند الناس مفيش أسهل من النسيان وحشني تاخدني لحبيبي وحشني سرتي لو تيجي قصاد الناس أقول اسمه ما أقولش فلان قصاد الناس أقول اسمه ما أقولش فلان حاجات في مشاعر محصورة بكم ذكرى وكم صورة وصعب انساها معذورة مفيش نسيان وفكر المطرة والمية كان في ايدينا شمسية وياما في البر حسينا بدفى كلمات مين بقى الحان مين حب زمان؟ كلمات تامر حسين الحان محمد يحيى. بتختاري كلماتك ازاي؟ دي الاغنيه دي بالذات دي كانت اول اغنيه تتعمل لي انتاج لايف ستايل ستوديوز بعد اغنيه نقابل الناس على طول. فكنت شايفه من وجهه نظري ان ردا لجميل تامر حسين في اغنيه نقابل الناس لان هو اللي كاتب نقابل الناس. فردا للجميل ان الاغنيه دي كانت سبب في ان انا اتعرف والناس تعرفني ان لازم اول اغنيه ليا تبقى كلام تامر حسين خاصه ان هو اول حد بارك لي بعد ما الفيديو اتشاف كويس. ف اول حاجه حصلت كلمته وعملناها على طول مع محمد يحيى وطلع زي ما انت شايفها كده. بابا الدكتور اسنان دايما دكاتره بيحبوا دايما ولادهم يطلعوا دكاتره زيهم للأسف. لما قلت له أنا عايز أحترف بقى الغنى مش عايز أغني في البيت وحط المسرح كده والحاجات بتاعت الصغيرين دي لا خلاص بقيتي بقى ناضجة وبقيتي ما شاء الله محترفة وافق بسهولة ولا كان في شوية هو كان في الأول بابا وماما كده كده بيودوني الحفلات والحاجات اللي هي بتاعت أسرة الصحافة والكلام ده فكانوا هما كده كده موافقين أولريدي على الغنى على احتراف الغنى؟ كان في الاول ما اعرفش ايه اللي غير رايهم في الثانويه العامه فجاه كده من غير مقدمات في تانية ثانوي اهو في تانية ثانوي لقيت بابا بيقول لي نقعد بقى ونركز وهندخل طب انا ما اتكلمتش انا قلت له انا يعني الغنى في دمي يا بابا والنبي ومش عارف ايه لقيت فيه معارضه فما اتكلمتش انا عملت انا رحت حولت ادبي على طول انا عندي الدنيا افعال على طول حولت ادبي وبس خلاص باظت الدنيا باظ الامال يا عيني اللي كان نفسه فيها وان انا ابقى دكتوره مع اني كان نفسي والله ابقى دكتوره يعني كنت حابه الموضوع ف مين بيشجعك اكتر بابا ولا ماما؟ لا الاثنين وبابا كان نفسه كان بيحب التمثيل يعني هو كان نفسه هو يمثل وما كملش وماما كان نفسها تغني وما كملتش فطلعوا فيا ماما صوتها حلو؟ معقوله؟ يعني انت واخداها بالوراثه وننتي الله يرحمها وخالي العيلة كلها ما شاء الله كان صوتهم حلو. الفنان محمد صبحي دور ايه في حياتك؟ الأستاذ الأستاذ محمد انا ما كنتش اعرف ان انا بعرف امثل او اصلا ان انا يعني موهبة التمثيل دي موجودة او لا يعني انا مؤمنة ان الغنى موهبة والتمثيل ده موهبة واي حاجة في الدنيا طالما موهبة لازم يا تبقى متواجدة يا بلاها. فالأستاذ محمد أنا عرفته في الأول كنت في برنامج زي كده وبغني فيه مع أستاذة شفكي المنيري وبغني فهو سمعني حب صوتي قال لي لازم تيجي استوديو الممثل فمن الاسم كده استوديو الممثل يعني هغني ولا أمثل فلما قابلته بعد كده واتكلمنا مع بعض لقيته بيقول لي إن أنا أمثل مشهد قدام اللجنة فما بعرفش فقلت له كده أنا ما بعرفش فراح قال لي طب غني ومثلي بأداء عملت كده بعد ما نجحت لقيته بيقول لي ان هو عايزني في دور فوانيس
هنا انا كنت قلقانه جدا، وفكره التمثيل نفسها رهبه. فقعدت يعني اتكلم معاه ان انا مش عايزه امثل، لقيته بيقنعني اني سيبي لي نفسك وملكيش دعوه، والتدريب اللي انا دربته لك ده هتشوفي هيحصل ايه، انت هتبقي هايله. هو اللي شاف فيا ممثله، وقد كان مثلت معاه، ومن بعدها الدنيا بدات تمشي معايا. عملتي معاه كام عمل بقى؟ انا عملت معاه ونيس والعباد واحوال البلاد الجزء الاخير، وعملت في ما فيش مشكله خالص في البرنامج بتاعه حلقتين بس، ما كملناش بعد كده بقى، كان حملت الفيديو وربنا كرمني في حته تانية. ولازم انا اشكرك انك انت ساهمتي معانا في حمله معا لتطوير العشوائيات. فاكر. وعملتي معانا دور كبير وجمعتي تبرعات كتيره، واتبنت المدينه واتسلمت لمحافظه القاهره، فانت ليكي دور كبير في الخير. لا، وفي الاساس هو الاستاذ محمد هو اللي طلب ان انا لازم اكون موجوده، وان انا اعمل حفله زي كده، وعلمني ان انا لازم اعمل حفله يكون ربحها لحاجه زي كده، وده شرف ليه، ده شرف ليه. بس شفتك مثلتي بالصعيدي بعد كده لما عملت بنت الخباين، مظبوط؟ كان هنا على الحقيقه. انا مثلت صعيدي، كان استاذ حسني صالح هو اللي الاختيار في كده، انا ما اعرفش هو شافني صعيديه ازاي بس ماشي يعني تمام. والناس حبوني وانا صعيديه الحمد لله. ولسه انت اهو يعني بتصوري او بتخلصي تصوير مسلسل جديد مع استاذ حسني صالح برضه، الاسمرات اسمه. احكي لنا ايه الاسمرات. الاسمرات الحلم اللي كان حلمه استاذ محمد وحضرتك واحنا كلنا، ان الناس البسيطه الجميله اللي موجودين، مش عايزه اقول عشوائيات والكلام يعني مش بحبه ده، لا هم موجودين في حته مش تليق بيهم فراحوا في حته تليق بيهم، فهم دلوقتي موجودين، انا قابلتهم وولاد صغيرين زي الفل، واهالي جميله زي الفل، كلهم حلوين ومحافظين على فكره على البيوت اللي هم خدوها، ودي احلى حاجه حصلت. يعني كان كل الناس مفكره انه اول ما هياخدوا بيوت زي كده يبيعوها مثلا او ياجروها او يحصل اي حاجه او يكسروها حتى ما يهتموش بيها، لكن انا شفت بعيني الاماكن هم محافظين عليها، وفي منهم خلاص كمان بدا يدخل في الملعب هناك وبيلعبوا رياضه وكوره وسباحه وكل حاجه هناك، فما شاء الله عليهم. يعني انا مبسوطه جدا. دورك ايه بقى؟ ما بلاش نحرق يعني ليه كده؟ ادينا كده فكره. مطرفة الأسمرات الأولى. أنا ووائل الفشني أنا يعني إحنا الاتنين شركة في الحتة دي. أستاذ حسني صالح هو اللي حاططنا في الموضوع ده، إن هو هيبقى زوجي وأنا وهو مطربين الأسمرات. الله جميل. أكيد عمل هيطلع حلو أوي. أتمنى إن إحنا نكون بنعرف بس نمثل النموذج بتاع الأسمرات، يعني هما بس. أنا شايفك حابة التمثيل يعني. ما كنتش متخيلة إن أنا هلاقي نفسي في نموذج قدامك شفتيه نجح كمطربة ممثلة وحابة. طبعا شادية، يا رب أبقى بس يعني 1% أستاذة. يعني لسه كنت بتفرج على ريا وسكينة، إيه العبقرية دي، إيه العبقرية دي، فأتمنى. نسمع ايه؟ اقول لك حاجة بحبها. تيجي نقول اعتزلت غرام؟ لا تصبحني ولا تمسيني، لا
سنة حلوة جدا الله يكرمك. فيكي يعني شوفي لما غنيتي المدام ماجدة الرومي بحس كده فيكي الروح بتاعت فيروز ماجدة الرومي، يعني اللاين ده الاحساس ده برضو يا رب بقى ربعهم يا رب. لا يعني بحس ده يعني شوية انت قريبة من المدرسة دي شوية. اتمنى ما هو انا تربيتهم، ما انا متربية على الحاجات دي. سمعتك ماجدة الرومي لما غنيتي الاغنية دي؟ مش عارفة، اتمنى يا رب تكون مبسوطة. أنا على طول بغني لها، يعني أنا من تلاميذها، دايما في كل حفلة حط لها أغنية، تقريبا لازم أحط لها حاجة لأن أنا من عشاقها، بحبها جدا. وفيروز كذلك، يعني اللبنانيين عندنا يعني بتحب الفيروز حاجة. بحب إيه فيروز؟ في إيه لفيروز ما يتقلوش؟ لا أنت تحب إيه؟ كل حاجة بحب لها، حاجات ياما جدا. راجعين يا هوا، قديش كان في ناس، حبيتك تنسيت، انا هعدهم لك. بحبها جدا. طب ليه نسمع كده فيروز؟ ماشي، اجيب المايك؟ يلا هاتي المايك وتحركي زي ما انت عايزه. ده بقى التوريط اللي على الهوا ده. ايه؟ راجعين يا